بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، وبعد، من النوافل صلاة الضحى. والضحى هو الوقت الذي بين طلوع الشمس إلى توسطها في كبد السماء، حينما تحاذي الرؤوس، فإذا زالت دخل وقت الظهر. فالفترة ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى توسطها في كبد السماء، هذا يقال له الضحى. وإنما قلنا من ارتفاع الشمس، وإن كان الضحى يبدأ من طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، فهذا وقت نهي تحرم فيه الصلاة، لأن المشركين كانوا يسجدون للشمس في هذا الوقت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذرائع الشرك وبعدا عن مشابهة المشركين. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح زال وقت النهي وأحلت الصلاة، فما يصلى في هذه الفترة من النوافل يسمى صلاة الضحى. والحكمة في تشريع صلاة الضحى أن الوقت الذي بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل، فيشرع أن يصلي المسلم فيه نافلة، أن يصلي فيه نافلة لئلا يطول الوقت أو يطول البعد عن الصلاة، لأن ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل. فلو أن الإنسان لم يصلي في هذا الوقت حصل شيء من الغفلة، ولذلك شرع الله صلاة الضحى لأجل تجنب الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. صلاة الضحى وردت فيها أحاديث كثيرة واستفاضت، حتى ذكر بعض العلماء أنها
من المتواتر المعنوي لكثرتها، ولكن نظرا لكون بعضها ينفي وبعضها يثبت، كما في أحاديث عائشة إنها تقول لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى قط ولكنها هي تسبحه. ولما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في بيتها قالت لا إلا أن يأتي من مغيب، بينما أحاديث أخرى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وكان يأمر بها ويحث عليها. فلذلك اختلفت أقوال العلماء في مشروعية صلاة الضحى، اختلفت أقوالهم بما حاصله ثلاثة أقوال. قول الأول أن صلاة الضحى مستحبة مطلقة، مستحبة مطلقة للأحاديث الدالة على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كما يأتي. القول الثاني أن صلاة الضحى غير مشروعة ولا مستحبة، اعتمادا على أحاديث النفي التي تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. القول الثالث أن صلاة الضحى تشرع لسبب، إذا كانت لسبب كأن يأتي من مغيب كما في حديث عائشة أو كما في حديث عتبان بن مالك لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فطلب منه عتبان أن يصلي في مكان من بيته ليصلي فيه، هذا سبب، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه جماعة في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، هذا لسبب. كذلك عام الفتح، عام الفتح لما حصل فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هاني بنت أبي طالب وصلى فيه 8 ركعات، هذا بسبب الفتح، صلاة الضحى بسبب الفتح. وكذلك من الأسباب إذا لم يقم الإنسان من الليل فإنه يصلي صلاة الضحى، يكون هذا من الأسباب أيضا. فإذا كان هناك سبب من هذه الأسباب فإنه يصلي الضحى وإلا فلا. هذا حاصل الأقوال في هذه المسألة، وهناك أقوال أخرى قد ترجع إليها. والصحيح أن صلاة الضحى مشروعة، وأما أحاديث النفي كما يأتي فإنها معارضة بأحاديث الإثبات، معارضة بأحاديث الإثبات، والإثبات مقدم على النفي. وأيضا العبرة بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تعارضت الأقوال والأفعال يقدم القول، حديث القول يقدم على حكاية الفعل، قد يتركها صلى الله عليه وسلم لسبب لكنه حث عليها بقوله عليه الصلاة والسلام، فيقدم القول على الفعل. فالحاصل أن صلاة الضحى مستحبة، مستحبة مطلقة، وتتأكد إذا كان لها سبب تتأكد، والأصل أنها مشروعة مطلقة، وتتأكد إذا كان لها سبب، كان لم يقم من الليل أو جاء من مغيب أو ما أشبه ذلك، تتأكد حينئذ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ركعتين ويعيد ما شاء الله، رواه مسلم. أما عدد ركعات صلاة الضحى
عدد ركعات صلاة الضحى فأقله ركعتان، أقله ركعتان وأكثره ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام، وقيل أكثره 12 ركعة كما في الحديث الآتي. فأقله ركعتان لحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأحاديث جاءت بمعنى تدل على أن أقل صلاة الضحى ركعتان، وأما أكثرها فالصحيح أنه إلى 8 ركعات كما يأتي، وقيل إلى 12 ركعة يسلم من كل ركعتين. نعم. وله أنها الناس من أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث الأول. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه إثبات، فيه إثبات صلاة الضحى من فعله صلى الله عليه وسلم، إثبات صلاة الضحى من فعله صلى الله عليه وسلم بقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ففي قولها كان يدل هذا على الاستمرار منه صلى الله عليه وسلم، ولكن في قولها الآتي لم تره يصلي الضحى فنفت كونه يصلي الضحى، وهنا تقول كان يصلي الضحى، فالجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ولكن لم يكن يداوم عليها بل كان يتركها أحيانا. فالنفي ليس مسلطا على الأصل، وإنما هو لنفي الاستمرار والمداومة. ولا شك أن الجمع بين الأحاديث مهما أمكن إنه واجب، فيكون نفيها نفيا للمداومة وإثباتها إثباتا لأصل الفعل. نعم. المسألة الثانية فيه بيان عدد صلاة الضحى، أنه كان يصلي أربعا يعني كل ركعتين بسلام ويزيد ما شاء الله، فدل على أن صلاة الضحى تجوز الزيادة فيها على الأربع إلى 8 إلى 12 ركعة ما شاء الله، وأنه لا حجر في الزيادة. نعم. وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا لسبب، مثل ما إذا جاء من سفر، فهو لا ينفي أصل المشروعية وإنما ينفي المداومة، ينفي المداومة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى وإنما كان يفعلها لسبب إذا جاء من مغيبه، يعني إذا حضر من سفر، فهو يدل على عدم المداومة. وهذا والله أعلم في حق من يقوم الليل، أما من لا يقوم الليل فيستحب أن يداوم على صلاة الضحى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر رضي الله عنه أن لا يدع صلاة الضحى، أوصاه بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي الضحى، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر لرواية الحديث وحفظه ويشتغل بحفظ الحديث عن صلاة الليل، فهو ما ترك صلاة الليل رغبة عنها وإنما تركها لما هو أهم
وهي رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه، كان يسهر على ذلك رضي الله عنه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، الذي لا يقوم من الليل يداوم على صلاة الضحى، أما الذي يقوم من الليل فإنه لا ينبغي له المداومة، بل يفعلها تارة ويتركها تارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لم أسبحها. السبحة معناها الصلاة، الصلاة تسمى تسبيحا، كما قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذا فيه الصلوات الخمس، وأن مواقيتها ثلاثة، هذه المواقيت المجملة، أما المواقيت المفصلة فهي خمسة، لكن هذه المواقيت المجملة ثلاثة، وذلك في حالة الجمع بين الصلاتين، جمع الظهر والعصر في وقت، وجمع المغرب والعشاء في وقت، وصلاة الفجر. سبحان الله حين تمسون، هذا فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، وحين تصبحون هذا فيه صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذا فيه صلاة العصر وصلاة صلاة الظهر وصلاة العصر. هذا يقولون في حالة العذر تكون المواقيت ثلاثة، لأن المغرب والعشاء تجمعان في وقت واحد، والظهر والعصر يجمعان في وقت واحد، وصلاة الفجر تصلى وحدها، تكون المواقيت ثلاثة في حالة الضرورة. أما في حالة السعة فالمواقيت خمسة، كما بينتها الأحاديث التي مرت في كتاب المواقيت. الحاصل أن الصلاة تسمى سبحة، تسمى سبحة، وعائشة تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلي سبحة الضحى، لم تره قط تصليها، ولكنها تسبحها. كيف تسبحها وهي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ قالوا لأنها روتها عن غيرها من الصحابة، روت عن غيرها من الصحابة أنهم كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويرغب فيها، فهي تصليها اعتمادا على ذلك، وإن لم ترها هي بعينها، وإن لم ترها. فنفي رؤيتها لا يدل على عدم رؤية غيرها من الصحابة، فلذلك كانت تصليها اعتمادا على رواية غيرها. نعم. وليس المعنى أن الرسول كان يتركها مطلقا، ليس كذلك، لكن هي نفت رؤيتها هي فقط ولم تنفي رؤية غيرها، ولذلك كانت تسبحها أي تصليها. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، قلنا إن وقت صلاة الضحى يمتد من ارتفاع الشمس في درهم إلى قيامها وتوسطها في كبد السماء، وكل ما تأخرت فهو أفضل، كل ما تأخرت فهو أفضل، بدليل هذا الحديث. صلاة الأوابين جمع أواب، والأواب الرجاع من الأوب وهو الرجوع، ومعنى الأوابين التائبين، فالأوب معناه التوبة، إنه أواب أي كثير التوبة، فالأوب معناه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. حين ترمض بفتح التاء وفتح الميم تخفيف الضاد، أي تصيبها الرمضة
في خفافها، تصيبها الرمضة في خفافها من حر الأرض بسبب انعكاس أشعة الشمس عليها. والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة، سمي فصيلا لفصله عن أمه. ومعنى الحديث أن صلاة الضحى أفضلها ما كان في وقت وجود حر الشمس في آخر الضحى، فدل الحديث على استحباب تأخير صلاة الضحى إلى أن تبدأ الرمضة من آخر الضحى. وإن صلاها قبل ذلك صحت وفيها ثواب، ولكن كل ما تأخرت فهو أفضل حين ترمض الفصال. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة لما الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغرب. استغرب يعني قال إنه غريب. الحديث الغريب من فرد بروايته واحد، هذا الغريب من فرد بروايته واحد. والحديث أيضا مع أنه غريب فهو ضعيف، أن في روايته راويا ضعيفا كما بين ذلك علماء الحديث. الحديث غريب وضعيف، وهو يدل على أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، ولكن الأحاديث التي هي أصح منه تدل على أن أكثرها 8 ركعات، يعني أصح منه، أكثر ما صح في عدد صلاة الضحى أنها 8 ركعات، كما في حديث أم هاني، في حديث عائشة الآتي أنها 8 ركعات، هذا أكثر ما صح في عدد صلاة الضحى. ومعنى بنى الله له قصرا في الجنة، هذا ثواب عظيم يدل على فضل صلاة الضحى، ويدل على أن الجنة قصور، على أن الجنة قصور وبساتين وأنهار مساكن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي صلى الضحى 8 ركعات. رواه الكتاب في صحيحه. نعم، هذا أصح من الحديث الذي قبله في أن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات. وكيف تجمع بينه وبين ما سبق أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط؟ قالوا: يحمل على أنه صلى في بيتها وهي لم ترى، وإنما أخبرت بذلك، فلا تعارض بين الحديثين، هي لم تره ولكنها أخبرت أنه صلى في بيتها 8 ركعات. نعم. باب صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في الفريضة وفي بعض النوافل كصلاة الاستسقاء والكسوف، صلاة التراويح وصلاة العيد عند من يرى أنها سنة، فالجماعة تشرع، الجماعة تشرع في الفريضة الصلوات الخمس، وتشرع أيضا في بعض النوافل في المساجد. وكذلك لا مانع من صلاة الجماعة في صلاة الليل والتهجد أو في صلاة الضحى، لا مانع، إلا أنه لا يتخذ عادة، لا يتخذ عادة ولا يستمر عليه، لكن لو حصل بعض الأحيان فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه،
وصلى في بيت أم سليم رضي الله عنها، وصلى خلفه أناس، وقام من الليل، وقام معه ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، وقام معه أيضا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فصلاة الليل إذا صليت جماعة في بعض الأحيان لا مانع، صلاة الضحى بعض الأحيان لا مانع، إلا أن الجماعة الراتبة التي تستمر هي ما كانت في صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذه تصلى جماعة في المساجد وباستمرار أيضا. والحكمة في صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة. أولا اجتماع الكلمة، الإسلام جاء بجمع الكلمة، وهذا مقصد عظيم، وعدم التفرق والاختلاف، فإن صلاة الجماعة تدريب على جمع الكلمة وتوافق القلوب والمشاركة في الدعاء، فإن دعاء المسلمين إذا كان دعاء في جماعة يشترك في ثوابه الحاضرون، وقد يكون في الحاضرين أناس صالحون فينفع الله بدعائهم من حضر معهم، فيغفر للجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فحضور جماعة المسلمين ومشاركتهم في العبادة والدعاء والدروس هذا فيه ثواب عظيم يتعدى نفعه إلى الحاضرين. فقد يكون في الحاضرين من هو مقصر ومن هو مذنب، ولكن ينفعه الله بدعاء الصالحين الحاضرين، وتعمه الرحمة معهم. وكذلك صلاة الجماعة يغفر الله للحاضرين، وقد يكون فيهم من هو معاصي ومن هو مقصر، فتعمه الرحمة معهم، هذا خير عظيم. أيضا صلاة الجماعة أبعد عن الشيطان، إذا اجتمع المسلمون وصلوا جميعا فإن هذا يبعد الشيطان عنهم، أما إذا صلوا فرادى فإن الشيطان يتسلط. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما يأكل الغنم وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فإذا انفرد المسلم وصلى وحده من غير عذر تسلط عليه الشيطان، إذا صلى مع الجماعة ابتعد عنه الشيطان. ولذلك يجب مراصة الصفوف وعدم ترك فرج فيما بينها لئلا يتخلل الشيطان من بين المصلين، فإذا تماسكوا وصفوا تراصوا لم يكن للشيطان فرصة ليوسوس لهم وليفسد ما بينهم. ومن فوائد صلاة الجماعة تعلم الجاهل. الجاهل لو صلى وحده ربما يصلي طول عمره ولا تصح صلاته، لأنه مخل بأركانها أو بشروطها أو بواجباتها أو بكيفيتها، لا يحسن الركوع ولا السجود. لكن إذا صلى مع الجماعة تعلم الصلاة وعقلها وألفها، ففيها تعلم أيضا، تعلم الجاهل من العالم، تعلم بالفعل والتطبيق، والتعلم بالتطبيق والفعل أبلغ من التعلم بالقول. وأيضا في صلاة الجماعة تراحم وتعاطف، تفقد المسلمين بعضهم لأحوال بعض، إذا تخلف واحد منهم وإن راح فلان وإن ذهب أسمهم صفا، أسمهم مريض، يزورونه يشوفون وش اللي أخره، ربما يكون له عائق، تعاونون على إزالة العائق، تعاونون مع أخيهم، تفقدوا بعضهم بعضا. وإذا كان كسلان فإنهم ينصحونه ويحذرونه من التخلف عن الجماعة. صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، لكن لو صلى الإنسان وحده ربما يتكاسل يأخر الصلاة عن الوقت،
أو ربما يتدرج إلى أن يترك الصلاة، الشيطان يتدرج به، لكن إذا حافظ على صلاة الجماعة فإنه يكون من المحافظين على صلاته. فصلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، والله جل وعلا شرع للمسلمين الاجتماع في العبادات، شرع للمسلمين الاجتماع للصلوات الخمس 3 مرات في اليوم والليلة، 5 مرات في اليوم والليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أول عمل بدأ به بناء المسجد لأجل اجتماع المسلمين للصلوات الخمس، واجتماعهم أيضا لتداول الأمور المهمة وتلقي العلم. لو أن كل مسلم جلس في بيته ما حصل التعاون ولا حصل التعلم ولا حصل التآلف والتعارف بين المسلمين. فهذه المساجد تجمعهم ويتعارفون ويتآلفون ويتساعدون ويتعاونون فيها. وشرع لهم اجتماعا أسبوعيا وهو أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس، اجتماع لصلاة الجمعة، يجتمع أهل البلد كلهم في مسجد واحد. أما في الصلوات الخمس كل حارة فيها مسجد، لكن الجمعة لا، لا تتعدد إلا لضرورة، ما تتعدد الجمعة في البلد إلا لضرورة، كان يكثر الناس ويضيق بهم المسجد الواحد فتعدد الجمعة بحسب الحاجة والضرورة. أما ما دام ما في حاجة ولا ضرورة فإن صلاة الجمعة يجب أن تكون في مكان واحد. وهناك اجتماع سنوي، هناك اجتماع سنوي أكبر من اجتماع الجمعة، وهو الاجتماع لصلاة العيدين. يجتمعون في صحراء خارج البنيان كل من كان حاضرا سواء داخل البلد أو خارج البلد، والضواحي يجتمعون لصلاة العيدين. وهناك اجتماع أكبر من هذا وهو الاجتماع في عرفة من جميع أقطار الأرض، يجتمع المسلمون يوم عرفة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج في صعيد واحد، يجتمعون من كل أقطار الأرض في صعيد واحد. كل هذا يدلنا على أن دين الإسلام دين الاجتماع والألفة والتعاون والتلاقي بين المسلمين وإزالة الفرقة والشقاق والشحنة والتعارف فيما بينهم، اجتماعات يومية، اجتماعات أسبوعية، اجتماعات سنوية على العبادات، مما يدل على حرص دين الإسلام على جمع الكلمة ووحدة المسلمين وإزالة الفرقة والشقاق بينهم. هذا هو دين الإسلام ولله الحمد، شرع لنا الاجتماع على العبادة للصلوات الخمس وغيرها مما ذكر. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وقال البخاري عن أبي سعيد وقال درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد علمت أن أمر بحقب فيحتفظ، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم قال إلا أن لا يحتفظ الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرتين حسنتين لشهد الرشاء، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما لا فيهما ولا الخبوع. متفق عليه. وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي صاحب يقربني إلى المسجد فرخص له فلما ولا دعاه فقال هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يرد فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه بالهاء دائما ما فيه تاء. هذا غلط. اللي يقول ابن ماجه تاء هذا غلط. ابن ماجه بالهاء. نعم. رواه ابن ماجه والدارقطني والمسجدان والحاكم. نعم. اسناده على شرط مسلم لا ثقة حذره الموقع. وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله. زيد ممنوع من الصف. وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما تجين بهما فرغبتا فصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا لهذا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم دركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الحسان والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بذل الإمام. هذه الأحاديث كلها في فضل صلاة الجماعة وبيان حكمها ووعيد من تخلف عنها. الحديث الأول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة وفي رواية 25 جزءا أو درجة. الجزء والدرجة بمعنى واحد. الجزء والدرجة بمعنى واحد. في رواية ثالثة صلاة ففسر الجزء والدرجة بأنها صلاة. والصلاة مع الجماعة تكون عن 27 صلاة بالنسبة لصلاة المنفرد. فالمنفرد ليس له إلا صلاة واحدة. والذي يصلي مع الجماعة يحصل على أجر 27 صلاة. هذا فضل عظيم. الصلاة الواحدة مع الجماعة عن 27 صلاة في الفضل والأجر. أما الصلاة المنفرد فلا يحصل إلا على أجر صلاة واحدة. هذا فرق عظيم بين 1 و27. ورواية 27 و25 قالوا ليس بينها اختلاف لأن 25 داخلة في 27 والعدد لا مفهوم له عندهم. وبعضهم يقول هذا محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بال25 ثم جاءه الوحي بزيادة 27 فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. أخبر في الأول حسب ما بلغه ثم أخبر في الثاني أيضا بحسب ما بلغه من الوحي من الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال لا إشكال بين 25 أو 27 لأن 25 داخلة 27. فالحديث يدل على فضل صلاة الجماعة والفرق بينها وبين صلاة الفذ. والفذ معناه المنفرد. فمن يذهب بهذا الثواب العظيم ويصلي وحده ويفوت هذا الأجر العظيم الذي لا كلفة فيه إلا خطوات يخطوها إلى المسجد لا ليس فيه كلفة. الفرق عظيم. فلا يذهب في هذا الأجر إلا محروم.
ودل الحديث على صحة صلاة المنفرد، ولكنه يأثم بترك صلاة الجماعة. صلاته صحيحة في حد ذاتها، ولكنه يأثم على ترك صلاة الجماعة لأنه ترك واجبا فيأثم بتركه، فصلاته صحيحة مع الإثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها عن صلاة واحدة، دل على أنها صحيحة، لكنه يأثم بترك صلاة الجماعة ويفوته هذا الأجر العظيم الذي هو 27 صلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه ثم أمر من يؤم الناس ثم قال إلى رجال لا يقبل الصلاة أو حفظ عليهم الموتى والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عقل سليما أو مجمعين حسنتين لشهد الإنشاء متفق عليه والله للبخاري. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا قسم، والذي نفسي بيده هذا قسم بالله عز وجل، فالذي بيده نفوس عباده هو الله جل وعلا، والقسم يدل على الاهتمام بالأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق ولو لم يحلف، ولكنه أراد التأكيد والاهتمام بهذا الأمر. لقد هممت، هذا جواب القسم، اللام موطئة للقسم، وما بعدها جواب القسم. هممت أي عزمت أن آمر برجال معهم حزم من حطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا، العرق هو العظم الذي يكون عليه لحم، والثمين خلاف الهزيل، الثمين يكون مرغوبا فيه خلاف الهزيل إنه لا يرغب فيه، أو مرماتين، المرماتين تثنية مرمات وهي ما بين الضلعين من اللحم، أو مرماتين حسنتين يعني جيدتين، والمعنى أن هؤلاء المتخلفين لو يعلم أحدهم أنه يجد طمعا من الدنيا ولو كان قليلا كالعرق أو المرماتين لحضر، لأنهم يحبون الدنيا، يؤثرون الدنيا على الآخرة، لكن لما كان الأمر أن حضور صلاة الجماعة القصد منه الحصول على الثواب الأخروي، وهم إما أنهم لا يؤمنون بالآخرة كالمنافقين، أو أن إيمانهم بالآخرة ضعيف كالمؤمنين ضعاف الإيمان، السبب الذي أخرهم هو ضعف الإيمان فيهم أو عدم الإيمان. أما الذي يؤمن بالله ورسوله ويصدق بوعد الله إنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة غير عذر، فدل على خسة مطامع هؤلاء وأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، فلو علم أحدهم أنه يحصل على طمع من مقامع الدنيا لحضر وحرص، ولكن لما كان الأمر ثواب أخروي آجل فإنهم إما أنهم لا يؤمنون بذلك أو إيمانهم به ضعيف لا يحثهم على الحضور، وهم يؤثرون العاجل على الآجل. وقوله ثم أحرق عليهم بيوتهم بالنار، هذا دليل على معاقبة من يتخلف عن صلاة الجماعة، وأنه لا يترك، وفيه دليل على أن إمام المسجد وولي الأمر يتفقد الجماعة
ولا يغفل عنه، هذا من مسؤوليته. وفيه دليل على أنه يجوز التخلق عن صلاة الجماعة لقصد إنكار المنكر، إذا علم أن هناك منكر وإذا ترك يفوت، فإن للمحتسب أن يتابع إنكار المنكر ولو تخلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام الصلاة وتخلف هو وذهب إلى بيوت المتخلفين، فدل على أن هذا عذر في ترك صلاة الجماعة من أجل إزالة المنكر إذا توقف إزالته على هذا الإجراء. أما إذا كان يمكن أن يزال في وقت آخر فلا، ما تترك صلاة الجماعة. ودل على عقوبة تارك الصلاة بإتلاف المال، لأن البيوت أموال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرقها، هذا فيه إتلاف مال، فدل على جواز العقوبة بإتلاف المال، وهي مسألة خلافية، وما يسمونها التعزير بإتلاف المال مسألة خلافية، وهذا الحديث دليل على مشروعيته. وفيه دليل على أن أمكنة الفساد التي يجتمع فيها الفسقة أنها تتلف، فالأماكن والبيوت التي تكون تجمعات لأهل الفساد أن ولي الأمر يتلفها فيهدم هذه البيوت أو هذه المحلات تنكيلا بأهلها وإزالة لأمكنة الفساد، كل هذه الأمور تؤخذ من هذا الحديث الشريف. والمسألة المهمة في هذا الحديث أن صلاة الجماعة واجبة، دل الحديث على أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان يعني على كل فرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهم بعقوبتهم، والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب، وأنها فرض عين، إذ لو كانت فرض كفاية لكفت صلاة الجماعة عن هؤلاء، فدل على أنها فرض عين وليست فرض كفاية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة على أقوال، القول الأول أنها فرض عين على كل مسلم من الرجال، خاص على كل مسلم من الرجال البالغين القادرين على الحضور، فهي فرض عين في حقهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهم بعقوبة هؤلاء، والعقوبة لا تكون إلا على واجب، ولو كانت فرض كفاية لكفت صلاة المسلمين عن هؤلاء، يعني صلاة الجماعة يسقطها فرض الكفاية، يسقطه فعل البعض، وهؤلاء لم يسقط عنهم، فدل على أنها فرض عين. هذا القول الأول، وهو القول الصحيح. القول الثاني أنها فرض كفاية، أن صلاة الجماعة فرض كفاية، بدليل الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، فدل على أنها ليست واجبة على الأعيان، وإنما هي واجبة على الكفاية، بمعنى أنه يسقط الوجوب فعل البعض. والقول الثالث أنها سنة، أن صلاة الجماعة سنة، كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك فيما نسب إليهم، الله أعلم بالتحقيق، لكن نسبوا هذا إليهم، مستدلين بالحديث الأول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، الرسول لم يذكر إلا الأفضلية، فدل على أن
صلاة الجماعة غير واجبة وإنما هي مستحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها فقط. طيب، والأحاديث اللي بعده تدل على الوجوب، وذكر الأفضلية لا ينافي الوجوب. الجواب أن ذكر الأفضلية لا ينافي الوجوب، لا تعارض بين الحديثين. فالصحيح ما ذهب إليه الأولون أنها فرض عين على كل مسلم بالغ غير معذور. واختلف القائلون بالوجوب، هل صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة أو هي واجبة وليست بشرط؟ جمهورهم على أنها واجبة وليست بشرط، وذهب طائفة منهم إلى أنها شرط لصحة الصلاة، فلو صلى منفردا بغير عذر لم تصح صلاته. وهذا مذهب الظاهرية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن صلاة الجماعة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى منفردا بدون عذر لم تصح صلاته، بدليل الحديث الآتي: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنفي يكون في الأصل، أصل النفي أن يكون للحقيقة، فدل على بطلان صلاة من صلى منفردا، ولكن القول بأنها واجبة وليست شرطا هذا أصح، لأن في الأحاديث ما يدل على أن صلاة الفرد صحيحة، لكنه يكون تاركا لواجب يأتم بتركه ويستحق العقوبة. أما من قال إنها سنة فقوله مرجوح بلا شك. الرسول صلى الله عليه وسلم هام بتحريق بيوت المتخلفين، ولا يكون هذا إلا لأنهم تركوا واجبا لم يتركوا سنة. الذي يترك السنة لا يعاقب، وإنما يعاقب من ترك واجبا. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عنها بالنفاق كما قال في الحديث الآتي: أثقل الصلاة على المنافقين، وتارك السنة لا يوصف بالنفاق، إنما يوصف بالنفاق من ترك واجبا. أيضا الله أوجب صلاة الجماعة في أحرج المواقف، في صلاة الخوف، وقت مقابلة العدو المسلح لم تسقط صلاة الجماعة. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأمر بصلاة الجماعة في حالة الخوف ومقابلة العدو وحمل السلاح، فوجوبها في حالة الأمن من باب أولى، في حين أن صلاة الخوف تسامح الله جل وعلا فيها عن أشياء كثيرة: المشي أثناء الصلاة، واستقبال غير القبلة، وغير ذلك من الأفعال التي لا تجوز في غير حالة الخوف. فلولا أن صلاة الجماعة واجبة لما تسومح عن هذه الأفعال أثناء الصلاة، ولم تسقط صلاة الجماعة. فلا شك أن القائلين بوجوب صلاة الجماعة أن الحق معهم، وأما من قال إنها سنة فقوله مرجوح. وحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر لا يدل على عدم الوجوب، إنما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق بيان أفضلية صلاة الجماعة، وهذا لا ينفي أنها واجبة، لا ينفي أنها واجبة. فكيف يعتمد على هذا الحديث وتترك بقية الأحاديث التي فيها العقوبات والوعيد والوصف بالنفاق إلى غير ذلك؟ في حين أن الذين قالوا بأنها سنة ليس معناه أنهم يتركون صلاة الجماعة ويتخلفون، ما عهد عن
أحد منهم أنه كان يترك صلاة الجماعة، ما عهد عن واحد منهم أنه يترك صلاة الجماعة ويصلي منفردا، من الأئمة المعتبرين. أما الكسالى وأما متبع الشهوات لا عبرة بهم، لكن الأئمة الكبار والعلماء ما عهد أنهم يتساهلون في صلاة الجماعة حتى ولو قالوا إنها سنة. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيه معناه وما ركعوا. متفق عليه. أثقل الصلاة على المنافقين دل على أن جميع الصلاة ثقيلة عليهم، ولكن هاتان الصلاتان أثقل، لأن فعل التفضيل يدل على أن جميع الصلوات عليهم ثقيلة، ولكن هاتان الصلاتان بالخصوص. والمنافقين جمع منافق، والنفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر، هو إظهار الخير وإبطال الشر، هذا النفاق. مأخوذ من النافقاء، كان الجربوع أو اليربوع فهو حيوان صغير كان يجعل له بابين لجحره، باب واضح مدخل رسمي وباب للطوارئ يعده ويخلي قشرة خفيفة تغطيه، فإذا ما حوصر من الباب الرسمي خرج من باب الطوارئ، وهذا الباب يسمى النافقاء، يعني محل الخروج. النفاق هو الخروج، النفاق هو الخروج، ومنه سميت النفقة نفقة لأنها تخرج من يد صاحبها. والحيوان النافق هو الحيوان الذي يموت لأنها خرجت روحه، يقال نفق الحيوان إذا مات، يعني خرجت روحه. فالمنافق كذلك يجعل خدعة، يظهر الإسلام ليخدع المسلمين أنه منهم، وهو في الحقيقة يخفي النفاق كما يخفي اليربوع مخرجه، فهو يخفي نفاقه والعياذ بالله، لذلك سمي منافقا. والنفاق على قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا كفر يخرج من الملة، النفاق الاعتقادي كفر يخرج من الملة، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، كحال المنافقين الذين نزل فيهم القرآن، فإنهم قوم أظهروا الإسلام وهم يبطلون الكفر، أسلموا ظاهرا ولم يؤمنوا باطنا، لما خافوا من المسلمين وأرادوا التعايش مع المسلمين أظهروا الإسلام وهم كفار في الباطن. فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار، ونفاقهم اعتقادي والعياذ بالله. النوع الثاني نفاق عمل، وهو أن يكون الإنسان مؤمنا بالله وبرسوله ظاهرا وباطنا، ولكنه يفعل خصلة من خصال المنافقين، كالكذب في الحديث وإخلاف الوعد والخيانة في العهد. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، هذا نفاق عملي لا يخرج صاحبه من الملة لكن فيه إثم عظيم وقد يجر إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. هذا نفاق عملي وهو شر. فهؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الفجر هم منافقون، إما نفاقا أكبر وهو أنهم لا يؤمنون بالله ورسوله، وإما نفاق عملي بأن يتعاطوا شيئا من صفات المنافقين ويوافقون المنافقين، وهذا فسق ومعصية وخطر عظيم على المسلم. فالمسلم قد يكون فيه إيمان ويكون فيه نفاق، فإن غلب الإيمان فهو مع المؤمنين، وإن غلب النفاق فهو مع المنافقين والعياذ بالله. الحاصل أن النفاق كله شر، اعتقاديه وعمليه، نسأل الله العافية.
نعم. اللهم صل على محمد. نعم. فضيلة الشيخ، رجل فات صلاة الظهر وصلى صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ثم صلى صلاة الظهر، ثم بعد صلاة الظهر صلى صلاة الليل الثالثة، ثم حكم ذلك. الصحيح أن قضاء قيام الليل إنما يكون في الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، أما بعد الظهر فلا يقضى قيام الليل، فات وقت القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي قيام الليل في هذا الوقت، في وقت الظهر. وجاء فيه حديث أيضا إذا قضاه ما بين كذا وكذا. نعم. ما حكم التهاون بصلاة ولم يصلها حتى قرب وقتها فكاشفا منه وتهاون ثم صلاها، فهل يكفر بهذا الفعل؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يكفر، يأثم، أنه يأثم بذلك إثما عظيما، ولكن تجزئه صلاته ويتوب إلى الله عز وجل. أما إذا استمر على هذا هذا خطر عظيم، وبعض العلماء يرى أنه يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الناسي والنائم، دل على أن المتعمد لا يقضي، وإذا كان لا يقضي يدل على أنه كفر بذلك. المسألة خطيرة جدا، ولكن الأكثر على أنه لا يكفر بذلك، ولكنه يأثم إثما عظيما وعليه التوبة والمحافظة على الصلاة. الخطر شديد. نعم. فضيلة الشيخ، يتأخر ثم صلاة الضحى وقيام الليل صلى جماعة، لكن لا تتخذ عادة ولا يستمر عليها، لكن لو اتخذ اتفاق من الجماعة في ذلك. لا، الاتفاق ما يصلح، لكن لو صادف انهم اجتمعوا وصلوا بدون اتفاق مسبق فلا بأس، اما انهم يتفقون ويجتمعون عن قصد فهذا لا اصل له، لا اصل له الا في الصلوات التي شرعت لها الجماعه كالكسوف والاستسقاء والتراويح. نعم. ارتفاع الشمس قيد الرمح هذا في رؤية العين، في رؤية العين، إذا رأيت الشمس ارتفعت على الأفق ارتفاعا قدر الرمح، والرمح معروف دخل وقت النافلة، دخل وقت النافلة تقريبا، لو مضى خمس دقائق أربع دقائق حصل المقصود. نعم. من طلوع الشمس. نعم. خمس دقائق كثيرة. نعم. هو وقت صلاة الضحى يبدأ من هذا، لا فرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق اللي يقولون هي صلاة الضحى. نعم. فضيلة الشيخ، كيف تكون صلاة المقيم بالمسافر وصلاة المسافر بالمقيم؟ وهل لو كنت مسافرا ثم وصلت البلد المراد نعم، إذا كان إمام اعتحد وستصلي وحدك منفردا فلا يجوز لك ذلك، تحضر الجماعة وتصلي تماما تتم معهم الصلاة، فالمسافر إذا صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فمن اهتم بمقيم وجب عليه الإتمام. أما العكس هو إذا صلى المسافر بمقيمين فالمسافر يقصر، فإذا سلم يقومون ويتمون صلاتهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، صلى بأهل مكة وقال يا أهل مكة إنا قوم سهوا فأتموا لأنفسكم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز صلاة الوتر عندما يقع على صلاة الفجر دقيقة ويدخل الوتر في وقت الفجر؟ مر بكم في الأحاديث إذا طلع الفجر فلا وتر، الفجر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، ولكن يقضيه من الضحى كما سبق. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز عند القضاء الجمع بين صلاة الضحى وقضاء صلاة الوتر؟ صلاة الضحى هي تكفي عن قضاء الوتر، تصلي ما تيسر من الضحى شفعا ويكفي عن الوتر، تصلي من الضحى ما تيسر ويكفي عن صلاة الوتر، لكن تصليه شفعا. نعم. فضيلة الشيخ، في حالة صلاة الخوف من الكلام أن أتعذر أصلي من شدة الخوف، إذا اشتد الخوف، قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا اشتد الخوف تصلي على أي صفة تستطيعها، ماشيا أو راكبا أو راكضا أو على حسب، أو متجه إلى القبلة أو غير متجه إلى القبلة، هذا إذا اشتد الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا في حالة شدة الخوف. نعم. صلي على حسب حالك وحسب ما تستطيع، ولو بالإيماء، ولو بالإيماء الركوع والسجود. نعم. فضيلة الشيخ، كنت صائما أفطرت على طعام فيه لحم، ولا أعرف هل هذا لحم جذور أم غنم، فهل هذا اللحم ينقض الوضوء؟ إذا لم تعرف فالأصل هو الطهارة. الأصل الطهارة، ولهذا يقول الفقهاء من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه طاهر بناء على الأصل، وهذا ما قول من قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فالشك لا يبطل الطهارة. إذا شككت في هذا اللحم هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض فالأصل الطهارة ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ، من صام رمضان مع أهل بلده ثم تقدمت رؤيته من البلاد، وفي آخر رمضان سافر إلى بلد آخر تأخر عنه تأخر رؤيته من البلاد، فصار الفرق بين البلدين يومين، وهذه اليومان الأصل منه حكم البلد الذي هو فيه، فإذا صام في بلد وذهب إلى بلد آخر قبل تمام الشهر في البلد الذي صام فيه فإنه يكون حكمه حكم البلد الذي ذهب إليه في نهاية الشهر، يتابعهم ولا يقتل، تابع البلد الذي هو فيه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، الإنسان لا يشد عن الجماعة، حكم الجماعة الذي هو بينهم لا يشد عنهم. نعم. وقيام الشيخ، رجل اجتهد على قيام صلاة الفجر بذكر الأذكار الشرعية عند النوم وغير ذلك رجل اجتهد على القيام بصلاة الفجر بذكر الأذكار الشرعية عند النوم وغير ذلك ولكن فاتته الصلاة ثم الفطر. إذا غلبه النوم وهو عازم على القيام، عازم على القيام وغلبه النوم فهو معذور. قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فما دام انه حريص على القيام يناول القيام وعازم عليه ولكن غلبه النوم فهو معذور الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم نام في بعض الغزوات ولم يوقظهم الا حر الشمس، ولم يصلوا الفجر الا بعد ان استيقظوا من الضحى، هذا عذر، الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها.
إنما الذي يتعمد النوم ولا يعزم على القيام ويقول متى ما قمت بصلي نائما على نية إنه ما هو قائم للفجر، وإنما إذا قام يصلي أي وقت، هذا لا يجوز له، هذا حرام عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هل حصل من أحد الصحابة رضوان الله عليهم نفاق عملي؟ الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، أثنى الله عليهم وزكاهم ومدحهم ووعدهم بالأجر العظيم، وحقهم علينا محبتهم والثناء عليهم وعدم التعرض لذمهم أو ذم أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يجب أن نحترم صحابة نبينا وأن نجلهم ونعظمهم ولا نبحث في شيء يعيبهم، لأن ما لهم من الفضل وما لهم من السبق وما لهم من الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما لهم من الجهاد يغطي ما قد يحصل أو إن حصل من بعضهم من شيء من الخطأ، مع أنهم رضي الله عنهم في جملتهم معصومون، جملة الصحابة معصومة من الخطأ، أما أفرادهم فالله أعلم. لكن ما نبحث عن هذه الأمور ولا نسأل عنها، بل نعمل بقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل